مرحبا بك علي. وبيك عايش كاتك صحة. شكرا. علي العبيدي هو ناشط تونسي مواطن عادي صحفي مواطن. يعني أنا اليوم صحيح محسوب على الإعلام ومحسوب على الصحافة، لكن نبقى ديما نقول أنا راني صحفي مواطن مدون ملاحظ، إنسان اللي يتبع الوضع ويقول راهو لهنا فما مشكل وراهو عنا حاجات نجم نصلحوهم وراهو فما حاجات يلزمنا نصلحوهم. معنا البدايات كانت ممكن بالمواطنة، بالنشاط المواطني، بالنشاط في حتى في تكويني كان في الصحافة المواطنة، مش في الصحافة المحترفة. أكثر بعد جات الصحافة المحترفة، جات التجارب الإعلامية وكل، لكن التكوين الصحيح كان في صحافة المواطنة، واللي خلاني اليوم بالحق نبقى ديما متشبث بالندافع على قضايا معينة، على ندافع على القضية، ما نعتبرهاش كمهنة وكهو اللي باش تجيب لي فلوس الصحافة. هاي بديت الإعلام تقريبا في قبل شوية، كنت نكتب في تعاليق معناها عادية جدا على الفيسبوك، تعاليق اللي تمسني أنا تمس الطريق اللي ماهوش موجود في منطقتي، ولا العائلات اللي ما عندهاش ماء، العائلات ما عندهاش ضوء. ما كنتش نتصور أنه هو تدوين واللي نجم يمشي يولي اسمه صحافة ويولي اسمه إعلام بديل. جيت الثورة فتحت لنا باب نتاع الإعلام، فتحت لنا باب نتاع الحرية نتاع النجم نتكلمه، كشفت لي أنه فما ميدان اسمه تدوين، فما مدونين كبار في الصورة موجودين، فما برشا قضايا نجم نخدم عليها. فالثورة فتحت لي باب أنه راني نجم نخدم، وخلقت برشا وسائل الإعلام اللي أنا بعد نجمت نخوض فيها تجارب كبيرة ووسائل إعلام كبيرة واليوم معروفة في تونس ومؤثرة جدا. وكل وسيلة إعلام تفتح لك باب اللي تخليك تخدم، وآفاق اللي تخدم فيها مواضيع تخولك باش تخدم بوسيلة إعلام أكبر ولا خير ولا موضوع يكون مهم أكثر بالنسبة ليك، أو كي تحبذ مثلا أنا نحبذ باش نمشي نحبذ أني نخدم التحقيقات الاستقصائية والملفات الاستقصائية. دونك في اختمت مواضيع في وسائل إعلام معينة اللي فتحت لي باب بعد باش نخدم في وسائل إعلام مختصة في التحقيقات الاستقصائية، ونعمل تحقيقات استقصائية اللي تكون مؤثرة أكثر على واقعنا في تونس وعلى واقع المجتمع التونسي وعلى المجتمع التونسي الحقيقي اللي محروم من إعلام. لأني أنا نعتبر روحي كمدون، أنا محبذ أنه يعتبروني مدون مش صحافي لليوم، لأني مدون حس أقرب للمواطن، لأني أنا نحس روحي الصوت متاع الناس اللي ما عندهش صوت، اللي ما عندهش حق تتعدى في الإعلام. أنا نحاول ينوصلوا ينحاول نفرضوا حتى على إعلام الرسمي الموجود باش يوصل صوته وتتصلح وضعيته، ولا يتم التطرق للمشكلة متاعه، للمعاناة متاعه، للظلم ممكن المتعرض له. دونك هذا هو الثورة، عندها فضل عليا أنا وعلى الناس الكل في تونس، وعندها فضل على الصحافة وعلى حرية التعبير، وعندها فضل على كل كلمة قادرين احنا نجم نقولوها اليوم، حتى التطرق للسياسة، التطرق للمواضيع السياسية هو بفضل الثورة. أنا مغادرتي لتونس ومغادرتي للصحافة في تونس كان لسببين. السبب الأول أنه ممكن سبب في أمني، أصبحت مهدد جديا في أمني، وهذا موجود اليوم معروف معناها في الساحة التونسية وفي الساحة وعند الأصدقاء العالميين، أنه ما عادش نجم نعيش في تونس. الصحافة اللي نخدم فيها سعيد جدا بتجارب كبيرة اللي خضتها في تونس مع وسائل الإعلام اللي موجودة في تونس، لكن بحكم الوضعية اللي تعتبر ان بو سبيسيال متاعي، قروحي يزمني نخرج برا معناها شنو نعمل؟ يزمني جمع دابت باش نعمل تجربة إعلامية أخرى وناجحة. كيفاش نعمل تجربة أخرى إعلامية وناجحة وأنا في فرنسا؟ إذا كان مش نخدم على تونس مانيش باش نجم ناثر، ما فماش امباكت كبير، ومانيش باش نجم نعمل اكسي للانفورماسيون. دونك اخترت اني نكون موجود في راديو سوليل، اللي ذاع لي رحبت بيا واللي ذاع اللي هي صوت للجاليه المغاربيه عامه والجاليه التونسيه في فرنسا ككل، وهي اللي ذاع المسموعه العربيه المسموعه الاولى في فرنسا معناها. دونك لقيت باب راديو سوليل باش نحاول نغير منه. كيفاش نحاول نغير منه وانا موجود في فرنسا، وباش نحاول نعاون البلاد اللي انا خرجت منها واللي هي بلادي والناس اللي هما اولاد بلادي. دونك حاولت نخدم على موضوع الجاليات العربيه وخاصه الجاليه التونسيه اللي موجوده في فرنسا. دونك التجربه ما تختلفش برشا، هي كلها حرب على
قضايا معينة. فعنا برشا قضايا كنت نخدم فيهم في تونس اليوم موجود في فرنسا، دونك جم سوي أدابتي على السيتياسيون تاعي وعلى الإطار المكاني، وخدمت على وضعية الجالية التونسية في فرنسا وفي باريس اللي هما زادة مواطنين تونس شأنهم شأن أي مواطن تونسي موجود في تونس لهنا اليوم. دونك إذا كنت تواجد في فرنسا فما نجموش نحيلو صيفته كمواطن تونسي، دونك هو مواطن تونسي عنده حق علينا، عنده حق على الإعلام، عنده حق علي أنا كناشط، وعنده حق على الإذاعة اللي تمثله في فرنسا. فحاولت نتطرق ديما، نحاول في كل مرة نتطرق للمواضيع هذه، المواضيع الجالية من خلال البرامج اللي نقدمها في راديو سولي، نحاول نتطرق للقضايا متاع الجالية ونحاول نطرح مشاكلهم ونخلق نقاط تواصل بينهم وبين تونس في علاقة بما يحصل بينهم وبين السياسيين متاع تونس، بينهم وبين السلطات اللي تمثلهم في فرنسا أو في باريس وغيره، القنصلية والسفارة. دونك حاول نكون همزة تواصل ونقدم في مجال أنا قريب منه واليوم وليت نحس به ونعرف شنو هي مشاكله الحقيقية. عندي للموسم الثاني اليوم نقدم حصة أسبوعية سان تولك شو، وفات إيميسيون اسمها ويكاند سولي، كل نهار جمعة من 6 ل 7 ونص على غاديو سولي. الحصة هذه هي تجمع بين السيريو وبين التفرهيد وبين الضمار والموزيكا. علاش؟ خاطر احنا كي نقولوا نهار الجمعة 18 معناها انتهى اسبوع العمل وبداية الويكاند، انتهى اسبوع العمل معناها نعطيك انا ريزيمي على اللي صاير في تونس، على الاخبار في تونس، على اخبار الجالية، وزادة نسمع موزيكا، نجيبوا دي زانفيتي نحكيوا معاهم، شوية ضمار شوية كريتيك، معناها هو ميلونج اللي يخلي المستمع يتشد معايا ساعة ونص مباشر، مش باش يسمع اخبارك هاو لانه الاخبار تنجم ما تشدش برشا، اما باش يسمع اخبار وباش يتفرهد وباش يسمع موسيقى وباش يعرف احوال البلاد واحوال تونس، وباش زاد يشارك برايو لانه يعني المواطنين غادي اللي دعم منهم قريبه برشا يتواصلوا معنا، يتصلوا في ليزيميسيون يعطيوا ارائهم، يقولوا ارائهم في خصوص مواضيع معينه اللي تعنيهم هما كجالية او كتوانسه موجودين في فرنسا. انا انسان واقعي وعملي جدا. كيفاش انا نجي باش في اذاعه باش نحل موضوع، باش نحل ايميسيون ونخدم على موضوع الجاليه المغاربيه الكل، مانيش باش ننجم، فباش نضيع المصالح نتاع الجاليات الكل وما نخدم حتى مصلحه مع حتى جاليه. اخترت اني نخدم على الجاليه التونسيه لانه عندنا زاد برامج اخرى تعنى بالشأن الجزائري والشأن المغربي والشأن المصري، وبرامج تحكي على الوضع في الجزائر والوضع في المغرب وغيره. فاخترت أنا أن نكون الشخص اللي يحكي على الوضع في تونس، اللي يحكي على التوانسة. ركزت على تونس، الراديو شامل، راديو هو الراديو الجالية المغاربية الموجودة في فرنسا. أنا عملت ميسيون حبيت أنها تكون تونسية 100% وحاولت نعمل تجربة على فكرة اللي تشمل المغرب الكل، لكن ما اعتبرتهاش فاشلة، لكن اعتبرتها ما تنجمش تقدم برشا. فكي حسبت نلقى روحي كي نخدم على نقطة واضحة نجم نقدم خير، فاخترت اني نخدم على تونس وعلى الجالية التونسية وعلى الوضع في تونس، ونحاول نكون نعمل همزة توصل بين المواطن التونسي المهجر وبلاده. اللي نحب نقوله انه اذا كنت حاب تقدم راهو تنجم تقدم وين ما تكون، يعني احنا بدينا الحوار الكل على بين كيفاش كنت لهنا في تونس وبين كيفاش مشيت لفرنسا وكيفاش خدمت. وين تنجم تكون وين انت موجود راك تنجم تغير مهما يكون. انا موجود في تونس كنت نخدم على القضايا الموجوده في تونس، نهار اللي نلقى روحي لقيت روحي مجبر اني نكون في فرنسا، كنت في فرنسا ما حبست ولا ما بقيتش نخدم غادي على هنا لهنا سي بون، فما ناس موجوده. دونك انا خممت اني نخدم على الناس الموجوده في فرنسا اللي هما زاد جاليه توانسة اللي ما عندهمش شكون يخدم على القضايا متاعهم. ولليوم مازالت قضايا الجالية التونسية في المكاتب، مازالت قضاياهم عندهم هما ما وصلتش للمكاتب، مازالت عند المواطن. فحبيت اني نخدم على حاجه قريبه، نخدم على المواضيع هذوما الجاليه. دونك اذا كان انت تكون مواطن تونسي راك من اي بلاصه تنجم تقدم، كيك سوا في دارك ولا في القهوه، مش نقول لك في تونس ولا برا من تونس، في دارك تنجم تقدم وفي القهوه تنجم تقدم، في دارك تنجم توعي وفي القهوه تنجم توعي، في القهوه تنجم تتصرف تصرف سليم اللي ما يعطيش صوره بشعه على تونس ولا عليك انت كتونسي ولا عليك انت كشاب. الحمد لله الواحد متواجد في تونس
بصفة كبيرة، متواجد في فرنسا بصورة ساطعة ونقولها، وسعيد جدا لأني ما توجدتش بصورة ساطعة خاطر أنا نحب نكون هكاك، لا على خاطر أنا موجود في علاقة مع العباد الكل، في علاقة مع الناس اللي عندها مشاكل، في علاقة مع الناس اللي محتاجة صوت، اللي محتاجة مؤسسة عالمية تحكي عليها. دونك ما نجمش الحق نقسم، لأني أنا الهدف متاعي من الأول الكل على تونس، معناها كيك سوا هنا في تونس ولا في فرنسا، الزوز نخدم على تونس. معناها بالنسبة لي التواجد كيك سوا في تونس ولا في فرنسا هو نفسه، لأنه الموضوع والقالب واحد. هذه معناتها كل عدد شعبيه في فرنسا اكثر من تونس. لا ما نتعاملوش بالشعبيه، لانه منطق لي فان والشعبيه ما نحبش نتعاملهم، لانه احنا نشطاء مجتمع مدني، لاني فنان ولاني اي صحيح مدون، لكن مدون قضايا، فمش شعبيه. بالعكس معروف اكثر في تونس، لانه موجودين اكثر عباد في تونس، وفي فرنسا، في فرنسا موجود، في فرنسا ما نتعاملوش كيما لهنا. في فرنسا العلاقه اقرب بين المواطن والاعلامي، لازم نقابله كل يوم باش نجم نفهم قضيته، لانه ما فما حد يوصل قضيته، يعني المواطن تكون في احتكاك دائم معاه. دونك الشعبيه الحمد لله فما رضا، نقول انه فما رضا بين رضا من المواطن ولا من الناس اللي تشوف فيها على مجهودي، وعباد تعترف لي بمجهودي، تحسب لي حساب على مجهودي. دونك سعيد انه العباد راضيه وترافيك تعمل في حاجه. انا كي يعرضني واحد في الشارع واثنين وثلاثه في كي ندور في باريس يحكي لي على ميسيون، ولا يحكي لي على موضوع الترقب، ولا نقرا تعليق في على وسائل التواصل الاجتماعي يحكيوا على موضوع الترقب ويشكروا انه الموضوع هذاك تم التطرق له من مؤسسة عالمية عربية في فرنسا، واللي في ممكن حتى في تونس فما وسائل الاعلام ما تطرقلوش، وبطبيعة مواضيع الجالية محرومة، مواضيع الجالية منعدمة في وسائل الاعلام التونسية. دونك عائلتي مسانديني اليوم سي البلوز امبورطون، دونك حتى الماضي ما نوصلش نحكي عليه، نحكي على اليوم وني لا. عائلتي فرحانين بالشيء نعم فيه، مسانديني موجودين مالغري اللي مش سهله حتى لهم هما، اما اليوم نحن كنا فرحانين بالشيء نعمل فيه. كلمه الختام بالحق، الحياه مجموعه من الفرص، كل واحد قداش يستغل منها، ولازم راك باش تستغل فرصه من الفرص اللي باش تجيك، وقد ما تستغل فرص قد ما تقدم اكثر في حياتك. دونك الحياه مجموعه من الفرص، فحاولوا انكم تستغلوها اكثر ما يمكن، حاولوا تستغلوا كل فرصه تعرضكم وراها، اي كونتاكت، اي علاقه، اي موضوع راه ينجم يكون هذاك فرصتك، فحاول تونت تا شونس، النتيجه راهي تجي من بعد.